واحده من الانثروبومتريك ميجرمنتس برضه اللي هي السترينث. دلوقتي السترينث ده معناها هل اليوزر دوت يقدر ان هو يعني ابلاي فورس قد ايه، وابلاي في اني دايركشن، وابلاي باني اورجن. الحاجات دي كلها مهمه جدا. فطبعا يعني في عندنا سيفرال فاكتورز طبعا بتأفكت اليوزر سترينث. يعني بنتكلم مثلا على الايدج، سن، جندر اللي هو اذا كان راجل ولا ست، هيلث ستاتس يعني هل هو صحيح ولا عنده مشكله، بودي بارت يعني هل ابلاي الفورس دي بايديا ولا برجليا مثلا، بودي بارت بوزيشن يعني انا مثلا حاطط ايديا على مكتب وبشد، او مثلا برفع ايديا لفوق وبشد ولا ايه بالظبط، دايركشن اوف اكسيرشن انا بحط الفورس بتاعتي ازاي، whether that exertion is applied statically or dynamically يعني انا بحط الفورس بتاعتي دي بحيث انها تبقى static يعني انا بضغط كده وخلاص، ولا بيبقى في حاجه بيبقى يعني بشد حاجه وارجع اسيبها واشد تاني وهكذا. البوستشر يعني انا وضعي ايه وانا بعمل الحركه دي او بابلاي الفورس دي. وطبعا بعض environmental issues طبعا بيبقى لها علاقه بالمكان والحاجه نفسها شكلها عامل ازاي وهكذا. طبعا في فاكتورز كتيره، بس الحقيقه يعني كرول اوف ثامب كحاجه اساسيه كده ناخدها في اعتبارنا ان ما هواش ابروبريت او سيلدم ابروبريت يعني ما قليل قوي ان احنا نعتبر ان احنا نتوقع من الناس ان هم يحطوا الماكسيمم سترينث في اي حاجه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو في شخص مثلا يقدر يشيل 50 كيلو، هل اقدر احط له انا في الجهاز بتاعي زرار مثلا، او في مثلا دراع المفروض يشده محتاج فورس 50 كيلو؟ لا، دي مش المفروض انها تكون كده. ككومن رول اوف ثامب عشان ما الناس ما تشتكيش، لازم احط الفورس اللي انا محتاجها من اليوزر اقل من تلت الماكسيمم سترينث بتاعه. اوكي، يعني مثلا لو انا اقدر اشيل او اقدر اضغط او اقدر احط سترينث 50 كيلو، يبقى معنى كده لازم احط اقل من 50 على 3 علشان ما يبقاش الحاجه اللي انا بطلبها دي هتبقى زياده او تبقى تتريجر كومبلينت من الايه، من الشخص ده ان هو تشغيل الجهاز ده محتاج او متعب مثلا. اوكي، فطبعا دي حاجه من الحاجات المهمه لازم ناخدها في اعتبارنا عشان تصميم الجهاز ما يبقاش فيه الكومن ميستيك دي.